الطفلين اتنقلوا على المستشفى في حالة صحية حرجة جدا، وده بسبب تسمم من الأكل. الحالة بتقول ان مفيش اي شبهة جنائية، لكن الطب الشرعي كان ليه رأي تاني خالص. القصة دي واحدة من اغرب ملفات الطب الشرعي. 2013، والدة الطفلين اسمها صفاء وهي سيدة أرملة، وكانت قاعدة في شغلها بشكل طبيعي لحد ما جالها تليفون بيقول لها ان ولادها الاتنين اتنقلوا على المستشفى في حالة صحية حرجة جدا لانهم اكلوا اكل منتهي الصلاحية. صفاء سابت شغلها وطلعت جري على المستشفى، واول ما وصلت المستشفى بلغوها بالتالي ان الطفل الاول للاسف توفى، اما الطفل الثاني فهم نقلوه لمستشفى تانية مجهزه بتجهيزات خاصه لان حالته فعليا حرجه جدا، وان مفيش اي شبهه جنائيه، وان الموضوع مجرد تسمم من الاكل. العينه الطبيه اللي اتاخدت من الطفل الاول اتضح ان ما فيهاش اي شبهه جنائيه ولا فيها اي حالات من حالات التسمم الغير طبيعيه، وان الوفاه فعليا هي بسبب تناول اكل غير صالح. انما الطفل التاني هيكون عنده رأي تاني خالص، وده هنعرفه بعدين. اجراءات الدفن وتصريح الدفن طلعت علشان تروح الام هي واهلها يدفنوا الطفل الاول، وبعد الدفن الام فعلا في حالة انهيار ان ابنها راح منها كده لمجرد انه كل اكل غير صالح. الغريبة بقى في الطفل التاني، بعد ما خدوا عينات من الطفل التاني علشان يحللوها وهو في حالة صحية مش مستقرة تماما وقاعد في العناية المركزة، اكتشفوا ان العينة فيها اثار سموم، والسموم دي ملهاش علاقة بالاكل اللي كان بياكله خالص. وهنا تبدأ نقطة تحول مختلفة في القضية، والعينة دي اتبعتت للطب الشرعي، والطب الشرعي بعد ما عمل فحص كامل طلع التقرير بالشكل التالي، ان جسم الطفل يحتوي على مادة من مواد السموم الغير معروفة، وهي مادة غالبا مصنعة، والطب الشرعي طلب فتح ملف التحقيق من تاني، وده لان في شبهة جنائية في وفاة الطفل الاول واصابة الطفل التاني. جهات التحقيق استدعت الام وبدأت تطرح عليها الاسئلة وتوضح لها ان في نوع من انواع السموم الغريبة موجودة في جسم طفلها التاني، لكن الغريبة ان العينة اللي طلعت من جسم الطفل الاول المتوفي ما كانش فيها اي نسبة سموم. وهنا في نقطة مهمة في حياة صفاء لازم نعرفها، ان السيدة صفاء الارملة جوزها توفى بعد 7 سنين من الجواز، وساب ميراث كبير جدا للطفلين، وطبعا الميراث ده هي كمان هتستفيد منه. وخلال التحقيق مع الام اتهمت عم الاولاد، وكان سبب اتهامها انها بتقول ان عم الاولاد كان بيعامل الطفلين بطريقة وحشة جدا، وكان دايما بيقول لها انها خدت ورث اخوه وحق اخوه، وان الولدين دول ما يستحقوش ياخدوا ميراث اخوه. فجهات التحقيق استدعت عم الاولاد وبدأت تجري معاه تحقيق بشكل مختلف، لكنه انكر اي اتهام موجه ليه. في اللحظة دي الطب الشرعي كان طلب كمان استخراج جثة الطفل الاول من التربة، وكمان يجمعوا عينة من التربة اللي اتدفن فيها الطفل. وبعد الفحص الشامل لجثة الطفل المتوفي، الطب الشرعي طلع تقرير بالتالي ان جثة الطفل الاول هي كمان بتحتوي على نسبة من السموم المصنعة اللي الطب الشرعي لقاها في تحاليل العينة الخاصة بالطفل التاني، وبالتالي يبقى فيه شبهة جنائية لقتل الطفلين، وان الوفاة مش مجرد تسمم من اكل فاسد، وان السموم اللي داخل جسم الطفلين هي نوع من السموم المصنعة اللي تأثيرها بيظهر بعد فترة طويلة، يعني تأثيرها ما بيظهرش مجرد ما الانسان بيتناول نوع السموم ده، لازم يفضل يتناول السموم دي على فترات متباعدة، وبيظهر تأثير السم على جسم الانسان بعد فترة طويلة. وجهات التحقيق بناء على تقرير الطب الشرعي قررت انها تستكمل التحقيق في قضية الطفلين، وبدأوا يراقبوا عم الاولاد لانه كان اكتر شخص الاتهامات كلها موجهة ضده، وبعد فترة طويلة من المراقبة والتضييق عليه بدأت الاعترافات تظهر. عم الاولاد له صديق كيميائي او صيدلي، وهو قاعد مع صاحبه ده حكاله الحكاية وقال له انه خسر ورث كبير جدا، وانه لو عرف يحصل على الورث ده هيكون لنصيب الشخص الصيدلي ده نسبة كبيرة من الورث، وطلب منه عم الاولاد ان هو يلاقي له طريقة معينة يتخلص من خلالها على الطفلين دول ويقدر ياخد حقه في الميراث بدون اي شبهة جنائية. الشخص الصيدلي ده فعلا صنع له سم معين، والسم ده فعلا اثره ما بيبانش غير بعد فترات طويلة، ولكن لازم يتم تناول السم ده بجرعات بسيطة جدا ومحددة، لكن عم الاولاد علشان كان مستعجل جدا فكان بيحط جرعات اكبر وفروق زمنية اقل للطفلين. وبالصدفة يوم الاولاد جابوا الاكل حط لهم السم في الاكل، وبالصدفة وبسبب الاكل الفاسد ده تم نقل الاطفال للمستشفى، وتم كشف جريمة عمهم اللي كان بيحضرها علشانهم. صحيح سبب الوفاة الحقيقية للطفل الاول هو تناول اكل فاسد، لكن بقايا السموم اللي في جسمه كانت برضو هتقضي عليه، ونتيجة تحليل العينة الخاصة من الطفل التاني هي اللي خلت الطب الشرعي يغير مفهوم القضية تماما. والطفل التاني بعد متابعة كبيرة من المتخصصين في علم السموم قدروا ان هم
يعالجوه ويرجعوا صحته احسن من الاول. الام ارتاحت لان حق ابنها المتوفي جالها، والطفل التاني في حاله صحيه جيده وعايش في حضن امه دلوقتي. ولولا الطب الشرعي كانت الوفاه هتفضل زي ما هي، مجرد تسمم من الاكل، وكان الطفل التاني بعد فتره مش بعيده كان كمان هيلحق باخوه ويتوفى زيه. فحقيقي تحيه للطب الشرعي اللي بيقدر يغير مفاهيم واحداث قضايا كتير. سلام عليكم.